نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين. أنا والله أهني كل شاب رجع لله. أنا قبل كم سنة في جلسة مثل هذه، لا 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 مو جلسة ذكر، كنت في جلسة طرب، معي عود وقاعد أدندن عليه دن دن، كتمت الحب وثر الحب ما ينفع بهالكتمان بجيبها. فجأة جو اثنين مطاوعة، كلنا اللي في الجلسة قلنا قطع، ايش جابهم؟ نكد وهم بيخربون علينا قعدتنا، اطردوهم. تحرك الحياة، والحياة ما يأتي إلا بخير. كنا يا أخي خلهم يقعدون نكرمهم ونقويهم، مطاوع ايش عندهم بيمشون. تكلم فيه لاعب من نادي النصر، كان قبل ماجد عبد الله، صاحب قدم ذهبية، وهي قدم سوداء هو أسمر بس يسمونه صاحب القدم الذهبية. تكلم شوي وبعدين قرأ لنا وجه من سورة قاف، تغيرت الوجيه، تأثرنا. كانت ذيك الليلة المفروض تكون ليلة التوبة والقعدة والجلسة، لكن في شياطين إنس وشياطين جن. لما جاء يقوم الداعي اللي يتكلم معنا وقرأ علينا الآيات، أخذت رقمة فورقة وقلت أنا بتغير وناوي أتغير، بس مشكلتي هالأشكال اللي حولي، وشرت عليهم، انقلبت على أخوياي. لحظة تغير، لحظة صراحة، ما في مجاملات ولا لبس أقنعة، قلت ذولي مخربين علي، الله يفكني منهم. أخذت الرقم وقعد عندي فترة، كل ما أشوف الرقم أكلم الورقة أقول له بيجي لك يوم أتصل عليك. من جري الجري السجن اتصلت له بعد الهداية ورحت وقابلته، قلت رقمك قعد معي 9 سنوات وأنا أحدث نفسي بالتوبة، أبي أتغير، مليت، تعبت خلاص، لكن 9 سنين شياطين الإنس والجن شغالين علي ونفسي، كل يوم أقول بكرة، كل يوم أقول بعده، كل يوم أقول يمدينا بنغير لاحقين. 9 سنين، لكن الحمد لله، صح أني فرطت، صح أني ضيعت، صح أن في ناس ما عاد رجع الله، لكن الله راد لي خير. وقابلته بعد الهداية وجلست معه وقلت كان معك شاب صغير اسمه أحمد، أذكره في حبة خال، قال قصدك الشيخ أحمد؟ 9 سنين عرفت قدر هذيك اللحظة، إن الشاب اللي كان في عمري أصبح الشيخ أحمد. 9 سنين في طلب العلم، مجالسة المشايخ والعلماء، راحوا جابوني وأنا 9 سنين في العزب والبرح والمقاهي والخرابات والسجن، فرقت. يعني كان الواحد يقول عادي 9 سنين، الحمد لله أن الواحد رجع، لا، في فرق 9 سنين فرقت في أحمد وفرقت فيني، هذا تقدم وارتقى وأنا في انحطاط. اليوم أنا أقول هنيئا للي يتخذ القرار الشجاع اللي ما في رجعة. أنت رجال ولا أنت برجال؟ إحنا كلنا نقول لا تقرب حول الذات، رجال تقدر تتخذ قرار ولا ما تقدر؟